لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 5 أشهر من التحقيق والتحري استغرقتها أجهزة الأمن التركية في البحث عن إجابة لسؤال واحد: أين الجثة؟ هذا بيت القنصل السعودي محمد العتيبي في اسطنبول، وهو آخر مكان ظهرت فيه الحقائب التي حملها عناصر من فريق الاغتيال من القنصلية إلى داخل منزل القنصل. وهنا انحصرت استنتاجات المحققين الأتراك بشأن التخلص من أجزاء الجثة. في حديقة المنزل، مكان مثير للشبهة في مواصفاته وتوقيت بنائه، تمكننا من تحديد وجود فرن تعتقد السلطات التركية أنه تم استخدامه للتخلص من الجثة ومحو جميع آثارها. في هذا التحقيق نكشف عن أول صور حصرية من داخل بيت القنصل السعودي محمد العتيبي تعرض للمرة الأولى. هنا يظهر الفرن في مراحله الأخيرة من البناء قبل أشهر قليلة من الجريمة. هذه الصور التقطت خلسة من قبل الرجل الذي قام ببناء الفرن. يعود تاريخ التقاط هذه الصور إلى شهر أبريل نيسان عام 2018، وهي الفترة التي بدأ فيها جمال خاشقجي التردد على إسطنبول. تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي تحفظ على هويته، حيث يكشف عن شهادته للمرة الأولى حول ما دار بينه وبين القنصل. طلب القنصل السعودي العتيبي يعني أن نعمله فرن خبز أوماندي عشان نشوي خويريف في بيته في اسطنبول. ونحن بس بلشنا شغل أجا القنصل وعطاني ورقة فيها مقاسات المطلوبة للفرن. أنا قلت له يعني طال عمرك ما بدي ورقة ولا قياسات، أنا عندي القياسات وأنا بشتغل أفران الخويريف، يعني أفران الخويريف معروفة، يعني إلى سيستم يعني نعرفه، نحن قياسات معينة وموحدة وكل شيء. قام قال لي لا تشتغل بهاي الورقة، أنت على هاي الورقة. قلت له ايه مثل ما بدك. لما شفت القياسات قلت له هذا مو فرن مندي، هذا فرن صهر، يعني فرن قوي جدا. فغضب مني وقال لي انت بتشتغل وما بتناقش. فأنا قلت له بأمره خلاص مثل ما بدك، ما بتناقشك، لأنه بالنهاية أنا يعني عامل بدي أشتغل وأعيش. هلا صارت مهمتي أنا أصنع فرن صهر، يعني مو فرن خواريف. أول شيء المقاسات اللي طلبها القنصل كبيرة كتير وما بتشوي خروف، بتشوي زلمة. تاني شيء يعني درجة الحرارة فيه قوية، يعني بتصل للألف 1100 درجة الحرارة، بينما الأفران العادية يعني درجة حرارته 600. وبطبيعة الأحوال نحن نشتغل الأفران يعني الخروف ما بده درجة حرارة عالية، يعني بيستوي فورا يعني. لذلك أنا استغربت، وهي درجة الحرارة يعني 1200 اللي طيبينها هن تقريبا، يعني على موجب ما عطينا القياسات بتصهر بعض معادن، يعني مو بتشوي خروف. بعدين طلبوا بالورق القياسات موجود طلب رئيسي انه يكون حجر الفرن بازلت مو فخار، يعني حجر بازلت بتحمل ضغط حرارة قوي جدا مو مثل الفخار. الفخار بتحمل بس له يعني حرارة معينة اكثر ما بيحسن بتجوزه، اما البازلت بتحمل قوة جدا. وثالث شيء رابع شيء يعني هو الاخير، انه ركبنا نحن البواري بالفرن، طلعوا اجوا شافوهم قال لا هدول البواري ما بمشي حالهم. كمان اجا معلومات انه هدول البواري ما بيشتغلوا
معه يعني ما بيشتغلوا بالفرن لأنه الفرن صار كبير والبواري صغار. لذلك رجعنا غيرنا البواري ضعف اللي كانوا موجودين، يعني صار البواري يتناسبوا مع الفرن أو المقاسات اللي هن طيبينهم. صار الفرن قوي جدا، حتى الفرن مقاسه أكبر، حتى الفرن أغمق يعني نحن بنشتغل بالعادة يعني أصغر منه، يعني هو ضعف صار. هذا الفرن الذي تم التخلص فيه من أجزاء جثة خاشقجي حرقاً رصدته السلطات التركية مشتعلاً لفترات طويلة على مدار 3 أيام بعد إدخال الحقائب التي حملت أجزاء الجثة. كشفت التحقيقات أن طلباً تم من بيت القنصل يوم الجريمة ل45 كيلوغرام من اللحم الني من أحد مطاعم إسطنبول المعروفة. تعتقد السلطات التركية أنها استخدمت للتغطية على حرق الجثة والتخلص من جميع آثارها. المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، ونشعر حنا بقلق أزاء هذه القضية.